حمص المحاصرة 14/4/2014. تشهد مدينة حمص شمال غرب سوريا حملة عسكرية مكثفة من جانب القوات الحكومية، استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة من طيران حربي ومدفعية ثقيلة واسطوانات متفجرة. ووفقا للمعارضة السورية، فإن 3 صواريخ سقطت على أحياء عكرمة وكرم اللوز ووادي الذهب في حمص، بينما وردت أنباء أخرى عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في حي عكرمة. أما في حلب فقد قتلت المعارضة المسلحة نحو 15 جنديا من الجيش السوري في معارك قرب فرع المخابرات الجوية، كما دمرت المعارضة دبابتين للجيش وسيطرت على مزيد من المباني في حي جمعية الزهراء. وفي ريف دمشق استمرت المروحيات في إلقاء البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة، منها مزارع القصور وحي جوبر شرقي العاصمة دمشق. وتتعرض المليحة منذ 10 أيام لقصف مكثف بالطيران والمدفعية مع محاولة القوات الحكومية وحزب الله اقتحامها. وتعد مناطق دوما والمليحة ودرايا أبرز المناطق التي تشهد معارك بين قوات الجيش وكتائب المعارضة وأقربها للعاصمة السورية دمشق، بينما استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على محيط مدينة معلولة في منطقة القلمون الواقعة شمال دمشق، والتي خرجت بشكل شبه كامل من أيدي مقاتلي المعارضة.